دعا معالي السيد خليفة بن أحمد الظهراني رئيس مجلس النواب العرب والمسلمين لدعم أشقائهم في فلسطين من خلال استغلال جميع الفرص المتاحة لإقامة مشاريع تنموية في قطاع غزة تساهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتنمية في القطاع بما يحقق نهضة تنموية شاملة. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها الظهراني والوفد النيابي المرافق إلى مقر مدرسة مملكة البحرين في غزة، حيث قام الوفد النيابي بزيارة إلى عدد من الفصول التعليمية بالمدرسة، التقى خلالها الطلبة والمدرسين واطلع على سير العملية التعليمية بالمدرسة. كما قام الوفد خلال الزيارة بالاطلاع عن كثب على المحميات الزراعية التي أنشئت من خلال عدد من المؤسسات الرسمية والجمعيات الخيرية البحرينية وعدد من الوجهاء البحرينيين، حيث يستفيد من ريعها مئات من الأسر الفلسطينية في قطاع غزة. وللمزيد يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة من القاهرة النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عضو لجنة الأخوة البحرينية الفلسطينية من القاهرة. بداية السيد العطيش، زيارتكم كوفد برلماني إلى قطاع غزة إلى ما كانت تهدف؟ مرحبا بكم، أهلا وسهلا فيكم، حياكم الله، شكرا لكم لإطلاع شعب البحرين وشعوب العربية والإسلامية على هذه الزيارة التي كان الهدف منها الوقوف مع الشعب الفلسطيني وإظهار للعالم حقيقة ما يجري على هذه الأرض المقاومة والتي قد تحملت كثيرا من أذى الصهاينة. نعم، لقد التقينا في هذه ثلاثة الأيام المباركة مع عدد من الفعاليات، كان على رأسها رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، ثم التقينا بفعاليات وبرامج التي أقامتها مملكة البحرين، حيث كانت الأيادي البيضاء واضحة وظاهرة للعيان، ولقد سعدوا كثيرا بزيارتنا وطالبوا البرلمانات الخليجية والعربية بالاقتداء والزيارة هذه المنطقة. نعم. سيد العطيش، أنتم الآن كأعضاء مجلس نواب بحريني بلا شك التقيتم بالمجلس التشريعي الفلسطيني، برأيك سيد علي إلى أي مدى حققت هذه الزيارة أهدافها إلى غزة؟ طبعا كانت زيارة جدا ممتازة، حققت كل الأهداف التي كانت كنا نرجوها من تلك الزيارة. التقينا مع نائب رئيس المجلس التشريعي، والتقينا مع لجنة الصداقة البحرينية والأخوة والصداقة البحرينية الفلسطينية، وتباحثنا معهم وعقدنا معهم اجتماعات للوقوف على مدى الاحتياجات وما يمكن لمملكة البحرين أن تقوم به في دورها المحافل العربية والدولية لنصرة الشعب الفلسطيني. نعم، كوفد برلماني قمتم بزيارة المشاريع التنموية البحرينية المقامة هناك في قطاع غزة، كيف وجدتم أثر هذه المشاريع التنموية على أهلنا في قطاع غزة؟ البحرين كانت سباقة ومن أوائل الدول التي شاركت في هذه المشاريع التنموية كالمشاريع الزراعية ومشاريع الآن تبدأ إن شاء الله مشاريع الثروة الحيوانية، وكذلك المشاريع الإنشائية، مدرسة مملكة البحرين التي قام جلالة الملك مشكورا ببنائها طريق المؤسسة الملكية الخيرية، وهي تضم حوالي 50 فصلا وما يقارب 1400 طالب، سعدوا كثيرا وقد سعدنا كثيرا بلقاء هؤلاء الطلبة وهم يتلقون تعليمهم في مدرسة مملكة البحرين. نعم، إذا النائب علي العطيش رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية عضو لجنة الأخوة البحرينية الفلسطينية.